مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في أول حلقة من برنامج الاسم مصري. الاسم مصري اسم كبير واسم عريق، مش أنا اللي هتكلم عنه، هيكون في سادة وضيوف محترمين هيقدروا بشكل أكتر واستفادة أكبر إن هما يتكلموا عنه. بس في البداية لما قعدت مع فريق الإعداد وقلت إزاي نقدر نقدم فكرة لحضراتكم تكون إضافة حقيقية نقدر نستمد منها معلومات نفهم منها أكتر، الحقيقة ما لقيتش أمجد ولا أعظم من تاريخكم أنتم يا مصريين. من اسم مصري ومن اسم برنامجنا هنبتدي أول كلامنا من الحروف. حرف الألف هو حرف الألفة والود والمحبة اللي موجودة في عقيدة كل المصريين سواء مسلم أو مسيحي. عايزين نقول إن مصر حكمها كتير رومان وإغريق وفرنسويين وإنجليز وغيرهم، لكن في النهاية مصر كانت ليها بصمة، أي زائر بينزل مصر دايما بيفكر يرجع لها تاني بغض النظر عن الآثار الجميلة اللي فيها والجو المعتدل اللي فيها، إلا إنه بيشوف جو ألفة وجو محبة موجودة بين المصريين. حتى المحتل لما نزل مصر نزل بشخصية وخرج منها بشخصية مختلفة تماما، يمكن لأنه عاشر الشعب المصري اتأثر بالعادات والتقاليد اللي فيه. حرف السين هو سلام وأمان واطمئنان. مين مننا مصريين مش عارف إن مصر هي السلام والأمان والاطمئنان؟ ربنا قال في كتابه الكريم ادخلوها بسلام آمنين. حرف السين مش سلام وأمان واطمئنان، الكل عارف وبيعلم كويس قوي إن مصر أو المصري بطبعه ما بيعتديش على حد. من قديم الأزل بنى حضارته جنب النيل، يوم كان بيحارب كان بيحارب علشان ينور مصر أو يكون منارة للعالم بأجمعه. حرف الميم من كلمة اسم هي مسؤولية، المصريين معروفين دايما بالمسؤولية. محمد علي باشا لما فكر أنه يكون جيش ابتدى الأول بالأتراك والشراكسة والألبان، اعتمد عليهم، لكنه انبهر لما لقى المصريين أكثر كفاءة وأكثر يعني قوة وشجاعة وصلابة، لدرجة أنه هو انبهر بيهم وخاض كل الحروب ضد الدولة العثمانية وانتصر عليهم. عايزة أقول أنه المصريين مش مسؤولية ومش صلابة ومش قوة ومش حاجات كتيرة، أو لأني مهما أقول ومهما أقول مصر أكبر من كده بكتير. عايزة أقول كمان إن كلمة مصر من بدايتها حرف الميم هي المروءة، المروءة يا مصريين، المروءة معروفة في تاريخنا الحديث وأيضا في تاريخنا القديم. وأكبر دليل على كده حضراتكم لو تلاحظوا القضية الفلسطينية، يمكن هي في العصر الحديث، لكن المعروف في تاريخنا واللي هنعرفه أكتر مع ضيوفي بعد كده إن المروءة موجودة مع الإنسان المصري منذ البداية، ما بيعرفش يقول ماليش دعوة، ما بيعرفش يتخلى عن حد، بالعكس قادر أن يواجه، مؤمن بالقضية، بيدافع عنها بكل أساليبه. عايز أقول لحضراتكم حرف الصاد بالنسبة لكلمة مصر هي الصلابة، الصلابة فيكم يا مصريين، الصلابة موجودة في تاريخنا وعلى مر العصور. مين من حضراتكم يشوف كل الدول مرت بكوارث وبحروب وبمواقف للأسف دمرت حضارات كتير، لكن مصر ما اتدمرتش، المصري كان موجود كل صلابة كل قوة، كان بيدافع عن بلده، كان بيحارب وكان بيبني في وسط الحروب، لأنه عارف إنه اللي هيتبنى ده هيحافظ عليه ومش هيتهد. بالنسبة لحرف الراء اسمحوا لي أنا هقوله في نهاية الحلقة يعني لغرض أنا قصداه، لكن خلونا يعني عايزة أقول لحضراتكم على حكاية صغيرة كده بسيطة قبل ما أخرج فاصل. حرامي معتز بنفسه قوي، شايف نفسه حاجة كبيرة، سرق جوهرة ثمينة وغالية، وبعد مرة من المرات الراجل اللي سرقت منه الجوهرة دي قدر إنه يستردها من الحرامي. الحرامي فضل يحلم ويحلم ويحلم ان هو يرجع الجوهرة دي مرة تانية، على اعتبار ان هو لما كان واخد الجوهرة دي ومسيطر عليها او بيستغلها او بيستخدمها هي حق مشروع له. لكن في الحقيقة مهما مسك الجوهرة ومهما تملك منها عمره ما هيثبت ملكيته ليها، لان باختصار كتير من الدول احتلت في مصر بره مصر، لكن للأسف كل اللي كانوا بيحتلوهم فاكرين ان هم هيرجعوا تاني ياخدوهم وليهم حق ملكيه فيهم. لكن عايزه اقول لحضراتكم ان اي دوله نالت الاستقلال
لازم نكون متأكدين إن حقها ليها هي، مش لأي حد ومش الأتراك ومش لأي دولة تانية. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن تاريخ مصر العريق، اللي مش هقول من 7000 سنة، لأن أنا اتفاجأت مع ضيفي اللي موجود معايا بعد الفاصل هنشوفه إن مصر فيها أسرار وأسرار وأسرار وليها أرقام تانية. بعد الفاصل حاجة لحضراتكم معايا ضيوف ذو قيمة وقامة كبيرة في تاريخ مصر القديم، وأيضا هنتكلم عن الشأن التركي والخلافة العثمانية، وأيضا هنتكلم عن الإنجازات اللي بتحصل وموجودة في مصر حاليا. وأيضا عايزة أقول لحضراتكم إن فكرة برنامجنا في النهاية هي بتربط بين المؤامرات اللي بتتم في مصر في الفترة الحالية والمؤامرات اللي كانت بتتم في مصر في الفترة الماضية أو في التاريخ القديم. هنخرج مشاهدينا لفاصل وعودة لحضراتكم مرة تانية نبدأ حلقتنا. دهب يعني سمبوسة، دهب يعني جلاش، دهب يعني كنافة. مصنع دهب هياكلوا صوابعهم وراء. أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات. رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج. رقاق سمبوسك دهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل دهب، عجينة جلاش فاخرة، رقاق الزبدة الطري، عجينة جلاش بالزبدة والحليب، متوفر بالأسواق والسوبر ماركت تحت إدارة المهندس هيثم أشرف، الدكتور هاني أشرف، أستاذ هشام دهب، الأستاذة هاجر أشرف. مصانع دهب أسسها الأستاذ أشرف كامل رحمه الله. بيج بوس يعني موضة، موضة يعني بيج بوس، رمز الشياكة والأناقة لأحدث الصيحات الإيطالية والعالمية للبدل والجاكيت، أفضل الخامات من الأقمشة، أيدي مدربة على أفضل وأرقى خطوط الأزياء الإيطالية، تصميمات عصرية من خطوط وصيحات عالمية، جميع الموديلات والخامات والألوان. بدلة يعني بيج بوس، بيج بوس يعني بدلة. لو نفسك تبقى في أناقة وشياكة رجال الأعمال وعلى أحدث صيحات الموضة، خليك بيج بوس. إدارة هشام دهب. كم مرة بصيت في المراية وحسيت إن جمالك ناقص؟ كم مرة ثقتك في نفسك اتهزت وسط أصحابك؟ جربت منتجات كتير ومفيش نتيجة؟ انسى كل ده وركز معايا. مركز ايجيبت هير كلينكس لزراعة الشعر هيكمل ثقتك في نفسك. زراعة شعر الرأس والدقن بأحدث تقنية في العالم وعلاج الصلع الوراثي للرجال والسيدات. زراعة الشعر بكل سهولة وبدون أثار جانبية والتخدير بدون ألم. بعد العملية هتحصل على كورس علاجي لمدة 3 شهور للمحافظة على الشعر القديم من التساقط، و12 جلسة بلازما والحقيبة الدوائية زائد الشامبو، وضمان مكتوب مدى الحياة ضد تساقط الشعر المزروع. لدينا خبرة أكتر من 3 سنوات وقدرنا ننفذ أكتر من 3500 عملية ناجحة تحت إدارة الدكتور هاني عزت. لمعرفة المزيد من المعلومات تواصل معنا عن طريق الواتساب على رقم 0194939. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تانية، واسمحوا لي أرحب بضيوفي الموجودين معي النهاردة في الاستوديو، المؤرخ والكاتب أستاذ سيد الخمار. برحب بحضرتك جدا. أستاذ المشاهدين أنا بحضرتك. أستاذ المستشار حسين العزازي رئيس حزب ومؤسس حزب مصر الوطن، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية أستاذ سيد، بمناسبة أن برنامجنا الاسم مصري وكلمة مصر كلمة كبيرة قوي، أنا شخصيا يمكن ما قدرتش أدي ملي قدام الكاميرا في حقها. حضرتك بما أنك كاتب كبير ومؤرخ كبير، عايزة أفهم من حضرتك كلمة مصر المعنى الدارج ليها إيه، أو المعنى الحقيقي ليها إيه؟ الحقيقة كلمة مصر جات من المصير والأوطان والمصائر. حتى عمنا يوسف شاهين عمل فيلم المصير. مصر مش بس جغرافيا وتاريخ وأرض وشعب وناس، مصر ضمير الدنيا. مفيش جامعة في العالم لا يوجد فيها كورس لعلم اسمه الإيجيبتيولوجي، علم المصريات. ببساطة شديدة جدا، مصر هذا البلد الطيب لم تعتدي في تاريخها على أحد. إذا عملنا مقارنة كده سريعة في سطر
لو قلنا تركيا قلنا مصر بالظبط. تركيا عمرها اول امبارح القرن 11، القرن 11 يعني اول امبارح. اذا بصينا على الادبيات حتى في الصحف والمجلات والدوريات في اوروبا، هاتي كلمة تركي وهاتي كلمة مصري. التركي عندهم مرتبط بالاحتلال والاغتصاب والقتل والتدمير، وطبعا هم دارسين تاريخ وعارفين يعني ايه مصر ويعني ايه تركيا. مفيش مواجهة للمقارنة اصلا. هذا محتل غازي غازي قاتل، ده عندهم يعني حتى الالفاظ اللي جت في التاريخ كلها السفاح والقاتل جت من عليهم. يعني محمد ده الفاتح ده قتل اخواته بالظبط. ده في واحد منهم من الاتراك، من الحكام الاتراك، جاء بالرصاص مسهورا وصبه في عينين اخواته بالظبط. لكن مصر لو بصينا على تحتمس الثالث لما بيتكلم ويقول اذا دخلتم بلدا جيش مصر لا يخرج خارج مصر الا دفاعا عن النيل، عن الارض، او لنصرة المستجير، لا تقتلوا اسيرا ولا عجوزا ولا طفلا، ان وجدت الاسير مريضا فاحمله على كتفك واتي به الى مصر وعالجه، لا تنظر لزوجة الاسير. نعم، ادبيات مصر حتى في الحرب مسجلة. مفيش مصري بيقولوا ام الدنيا، اكيد ام الدنيا مش هتكون غدارة. مصطلح ام الدنيا ده هو من كلمة المصير، لانها الكون الـ 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 يعني ايه المكان الاول اللي كان على كوكب الارض. 7000 سنة كنت قبل الحلقة كنا بنتكلم مع بعض فيها وحضرتك صححت لي رقم. لا هو مصر مش 7000 سنة بالظبط كده. انا محتاجة اوضح بس انا مش هو اقرب التقديرات الصحيحة ايوه في علم المصريات انه تاريخ مصر يمتد ل 400000 سنة على اقل تقدير. الدلالات واساتذتي وعلى راسهم الدكتور طارق حسن استاذنا ورائد علم الكيميت او الحضارة المصرية، وده باحث له باع طويل. يعني قلنا ان مصر في البداية كان اسمها كيميت. ما هي الحضارة الكيميتية. تمام. مصر اقل تقدير في تاريخها انه ممكن يكون مش اقل من 400000 سنة. تمام. فكرة السبعة آلاف سنة أو السبعة وتلاتين ألف سنة دول اللي مكتوبين. تمام. يعني دول اللي موجودين على المعابد ودول اللي موجودين في المسلات والمعابد. طب اللي قبل كده فين؟ ما هو عشان نعمل تاريخ، عشان نلاقي تاريخ 37000 سنة لازم يكون قبله مئات السنين. ببساطة التقويم المصري ده، التاريخ المصري الأيام يعني، عشان نظبطها وتبقى محدد باليوم والشهر والساعة والسنة. تخيلي عبقرية انه الشمس تيجي في المعبد تتعامد مرة واحدة في السنة مرتين لا بالنسبة لتمثال رمسيس يوم عيد ميلاده مرة واحدة في السنة والاهرامات نفسها تخيلي لا بتيجي مرتين يوم ميلاده وعيد بتيجي مرتين. عشان تظبط المسألة زي دي بالدقة محتاجة كام ألف سنة؟ قد ايه؟ على الأقل 30-40 ألف سنة ابسط تقدير. لانه الدوره الفلكيه بتاعت الري والزراعه والمياه والفلك والسفن كل ده محتاج ضبط. انت عشان تظبطي تليفونك عشان تصحي يوم محدد في الساعه البيولوجيه بتاعت جسمك محتاجه اسبوع عشان تظبطي نفسك يوم. تمام. فما بالك بتاريخ بلد عريق زي مصر؟ مفيش وجه للمقارنه. طيب خليني اقول لحضرتك في برنامجنا النهارده تحليل في الحلقه عايزين نتكلم عن الخلافه العثمانيه من قديم الازل في مصر. الاكذوبه العثمانيه. الاكذوبه العثمانيه ومن خلالها هننطلق مع حضرتك لنهايه الحلقه بالنسبه للاوضاع التركيه الحاليه وموقفها في ليبيا، بس مبدئيا كده نتكلم مع حضرتك الاول عن الخلافه العثمانيه قديما في مصر. نبذه مختصره من حضرتك. بالنسبه لاكذوبه الخلافه العثمانيه، اولا مفيش حاجه اسمها الخلافه العثمانيه. هذه فريه اخترعها الغزاة العثمانيين او الاتراك لكي ياتون على الدول ذات الحضاره. لك ان تتخيلي
كيف تألم المصريون يوم أن جاء سليم الأول إلى مصر غازيا محتلا مغتصبا، ويا للعار الذي لطخ وجه هذا المدعو سليم الأول عندما قتل في يوم واحد من المصريين من سوء السلاح وحتى أواسط القاهرة 31,000 قتيل في يوم واحد. هذا الدموي السفاح، حتى أن تراث المصريين المتعلق بالدراما والمسرح والمآسي في موقعة استشهاد الشهيد تومان باي، كتب المصريون مسرحيات وأعمال وأغاني. حتى عمنا سيد درويش عندما كان يسخر في أغانيه الخفيفة الظل لم يجد أغبى من التركي المحتل للسخرية منه في أعماله. لما جه السلطان سليم الأول غازيا محتلا لمصر طمعا في ذهبها وفضتها وكنوزها، تخيلي حضرتك لو خدتي الكاميرا بتاعتك دي ورحتي شارع الخضيري او اي شارع من او المعز لدين الله، اي شارع من شوارع القاهره الخديويه القاهره القديمه، حتى ابواب الدور سرقوها في يوم واحد. سرق المحتل التركي من الاسكندريه تخيلي 400 حمام، حتى السيراميك بتاع الحمامات، طبعا وقتها مصر بلد عريق كان موجود حمامات بسيراميك، حتى عربيات بيع الزهور والورد والفواكه على شواطئ الاسكندريه نهبها المحتل. ده بالنسبه للخلافه العثمانيه من زمان. سيد مستشار حسين، بسال حضرتك الاوضاع التركيه الحاليه الموجوده في مصر وفي ظل الانجازات الكبيره اللي مصر بتنهض بيها، شايفين ان في تدخل تركي ولكن بشكل غير معلن بين قوسين ليبيا؟ هو بشكل غير مباشر يعتبر. ايوه طبعا، مصر اصلا موقعها موقع استراتيجي، وكل دول العالم بتبص لمصر من منظور مختلف. احنا عندنا طبعا الحمد لله احنا عدينا ازمات كتير جدا في الفترة اللي فاتت، وقدرنا ان احنا نخوض حروب عقلية قبل ما تكون حروب احتلالية وحروب اقتصادية. طبعا التدخل التركي، هو عمر تركيا ما هتتدخل في شؤون مصر، ده من وجهة نظري انا ومن وجهة نظر طبعا الاساتذة الافاضل. ولكن هي الفكرة كلها ان احنا النهاردة ليبيا اي دولة في الدنيا بتدور على مصالح شخصية، واساس المصالح الشخصية دي هي البترول والنفط والكلام ده. فطبعا النهاردة لما يحدث حاجة زي كده لازم مصر هتتدخل، وهو مش طريق للدخول مصر او ليبيا كمجرد ان هي مثلا طريق للعبور لمصر او الكلام ده. عملوا بالظبط، هو طبعا الرئيس المصري، يعني انا بفتخر ان انا اقول عليه الرئيس المصري وان هو يشرف كل مصري. اكيد هو بالفعل قام بانجازات كبيره جدا، ويعتبر انا من وجهه نظري بقول ان هو رسم مصر من اول وجديد. اكيد هخرج من حضرتك لاستاذ سيد الحمار. النهارده احنا موضوع حلقتنا اكتر بيتركز عن الخلافه العثمانيه من تاريخنا القديم اللي هو تخصص حضرتك، وهنوصل معاه في الاخر للاوضاع الحاليه بالنسبه لتركيا. بالظبط يعني نقول المؤامرات اللي كانت بتتم اثناء الخلافه العثمانيه والمؤامرات الحاليه اللي بتتم على مصر بشكل غير معلن. محتاجه من حضرتك تديني نوضح بس الاول حاجه بسيطه للساده المشاهدين. عثمان الأول اللي هو مؤسس أكذوبة ما يسمى الخلافة العثمانية، تمام، كان له أخ اسمه سارو باطو سفجي. تمام، سارو باطو سفجي قتله. تمام، ليه؟ عشان ما ياخدش منه الخلافة. تمام، بعد كده سليمان القانوني قتل ابن مصطفى. اقصد اقول بيقتلوا بعض وعايشين على الحكام العثمانيين. ايوه
كانوا عندهم براعة في القتل. تمام. بعكس المصريين. تخيلي مثلا لما تشوفي عمنا رمسيس الثالث. تمام. اللي اسمه قاهر شعوب البحر. قاهر شعوب البحر. مفيش بلد من البلاد المتاخمة لمصر إلا وترك المصريون فيها أثرا نبيلا. علما، معرفة، حضارة. عشان أقرب لحضرتك الصورة وللسادة المشاهدين، حتى الأثر الحضاري المصري وصل إلى إنجلترا. وفي التاريخ القديم مصر وصلت إلى اليابان القديمة وأمريكا القديمة. أنا بتكلم على مئات الآلاف من السنين. في العصر الحديث بقى مصر جوهرة التاج، درة الدنيا، المطامع فيها كتيرة كتيرة، ودايما المصري العالم كله، ودايما المصري كان يواجه هذه المطامع بصبر وبرد محترم. تخيلي مثلا انه كان في شاعر عظيم كده نسخة عبد الرحمن الأبنودي ايام احمس، كان اسمه تيتي، اسمه كده تيتي، ده كان نديم احمس، مولانا احمس، عمنا احمس، تاج رأسنا احمس. قعد 23 سنة يلف في كل نجع وقرية وشارع في مصر عشان يفهمهم يا جماعة الهكسوس وخطرهم. لما جم بقى الاتراك يحتلون مصر لم يسكت المصريين. بالظبط كده. اولا سجل التاريخ ان المصريين لم يتحدثوا كلمة واحدة تركية خالص. لكن المصريين، لكن الاتراك اللي جم هنا اتعلموا عربي. لكن اختيار محمد علي باشا ده كان بإرادة من الشعب المصري وقتها بدل محمد علي باشا الفرشد. نجح لان المصريون ان يعد اول حاكم انتخب انتخابا حرا ومباشرا بإرادة من مصرية. المصريين، ايوه بإرادة مصرية، ولذلك نجح. وعلى فكرة لا ينجح مع المصريين غير بيختارون بإرادتهم، المصري الأصيل، مش براني، المصري المصري، المصري الأصلي، المصري أصلي. لأنه إذا تتبعنا قصة محمد علي باشا هنشوف الدور المهم اللي قادة وزعماء المصريين وأهل العلم في الأزهر هم اللي، وطبعا ربنا أسعد محمد علي باشا بالعظيم الصحفي العظيم رفاعة الطهطاوي. أيوة. ولأن محمد علي باشا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فاعتبر انه الوسيلة الوحيدة لأن يقدم مشروعه هو العلم. أيوة. وأخذ بكل ما أراد بالصحفي والكاتب والمفكر العظيم رائد النهضة المصرية رفاعة الطهطاوي. خلاصة القول فيما يتعلق بتركيا ومصر، مفيش وجه مقارنة. نحن لسنا ضد الشعب التركي، لكننا ضد هذا النظام التركي أو العدو التركي. والحقيقة إنه لا يتعظون من التاريخ خالص. ده اللي أنا محتاجة أتكلم مع حضرتك فيه ومع السيد المستشار عشان نوصل مع بعض للنقطة دي. تركيا وليبيا بين قوسين، ليه ليبيا دلوقتي؟ انا محتاجة يبقى في نقاش بينه وبين حضراتكم، يعني نقاش مفتوح بيننا وبين بعض في النقطة دي. ليه ليبيا تحديدا؟ وهل حرب النفط في ليبيا يعني هدفها النفط، ولا في يعني استعمار او اساليب تانية انا مش واضحة لي؟ يعني ممكن سيادتك تكلمني. هو والله زي ما انا قلت لحضرتك ان المصلحة الشخصية لجميع الدول دلوقتي هي بتدور على الارتقاء، والارتقاء بجميع المستويات. يعني في وجهة نظر حضرتك الحرب في ليبيا دلوقتي هل هي حرب نفط ولا غرض استعماري؟ لا، هو طبعا هتبقى حرب، لو حرب نفط هتبقى حرب نفط بنسبة 70%، يعني النسبة الأكبر لحرب النفط. ورأي حضرتك إيه يا أستاذ سيد؟ أولا يعني أطمئن السادة المشاهدين وحضرتك طيب. إن مصر ليست المرة الأولى التي تمد يدها لنصرة الأشقاء في ليبيا، أكيد ولن تكون الأخيرة، ومش ليبيا بس، وحتمية انتصار وحتمية انتصار مصر في معركة ليبيا أمر لا نقاش فيه دلوقتي وبكرة وبعدين، وأمر دونما أن
يعني نغفل انه لمصر حقوق وامن في ليبيا. اي حد درس يومين في الكليه الحربيه يقدر يفهم ده كويس قوي. انتصار مصر في ليبيا امر حتمي. لكن ليه بقى؟ العدو التركي لماذا جاء الى ليبيا؟ ليه؟ طب يا فندم هستأذن حضرتك، هناخد استفادة اكتر معاك في النقطة دي، بس هخرج لفاصل سريع وعودة لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. دهب يعني سمبوسة، دهب يعني جلاش، دهب يعني كنافة. مصنع دهب هياكلوا صوابعهم وراء. أكبر مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع وتعبئة المعجنات، تعبئة وتغليف آلي بأحدث الماكينات اليونانية في صناعة المعجنات. رقاق، كنافة، جلاش، سمبوسة، تعقيم كامل لكل خطوط الإنتاج. رقاق سمبوسك دهب، سنابل سمبوسك بزيت السمسم، كنافة طرح سنابل دهب، عجينة جلاش فاخرة، رقاق الزبدة الطري، عجينة جلاش بالزبدة والحليب، متوفر بالأسواق والسوبر ماركت تحت إدارة المهندس هيثم أشرف، الدكتور هاني أشرف، أستاذ هشام دهب، الأستاذة هاجر أشرف. مصانع دهب أسسها الأستاذ أشرف كامل رحمه الله. بيج بوس يعني موضة، موضة يعني بيج بوس، رمز الشياكة والأناقة لأحدث الصيحات الإيطالية والعالمية، للبدل والجاكيت، أفضل الخامات من الأقمشة، أيدي مدربة على أفضل وأرقى خطوط الأزياء الإيطالية، تصميمات عصرية من خطوط وصيحات عالمية، جميع الموديلات والخامات والألوان. بدلة يعني بيج بوس، بيج بوس يعني بدلة. لو نفسك تبقى في أناقة وشياكة رجال الأعمال وعلى أحدث صيحات الموضة، خليك بيج بوس. إدارة هشام دهب. كم مرة بصيت في المراية وحسيت إن جمالك ناقص؟ كم مرة ثقتك في نفسك اتهزت وسط أصحابك؟ جربت منتجات كتير ومفيش نتيجة؟ انسى كل ده وركز معايا. مركز إيجيبت هير كلينكس لزراعة الشعر هيكمل ثقتك في نفسك. زراعة شعر الرأس والدقن بأحدث تقنية في العالم، وعلاج الصلع الوراثي للرجال والسيدات. زراعة الشعر بكل سهولة وبدون أثار جانبية، والتخدير بدون ألم. بعد العملية هتحصل على كورس علاجي لمدة 3 شهور للمحافظة على الشعر القديم من التساقط، و12 جلسة بلازما، والحقيبة الدوائية زائد الشامبو، وضمان مكتوب مدى الحياة ضد تساقط الشعر المزروع. لدينا خبرة أكتر من 3 سنوات، وقدرنا ننفذ أكتر من 3500 عملية ناجحة تحت إدارة الدكتور هاني عزت. لمعرفة المزيد من المعلومات تواصل معنا عن طريق الواتساب على رقم 0-194-39. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وخلوني أبدأ سؤالي مع أستاذ المستشار حسين. عايزة سيادتك تقولي أهم الإنجازات للمصري في الفترة الحالية دي، وخصوصا الإنجازات الاقتصادية. ايه اللي حصل او ايه الطفره الاقتصاديه الهائله اللي حاليا موجوده في مصر، واللي حضرتك عارف تماما المصريين عانوا قد ايه؟ المصريين وصلوا لمرحله اللا وعي من اللي بيحصل حواليهم، نهوضا ونهوضا الى ان وقف على رجليهم مره تانية زي ما بيقولوا المصري اللي وقف بصلابه وقوه. حضرتك هتقدر تقول لي دلوقتي الانجازات اللي تمت في الفتره الحاليه، وترجع شوية معايا لورا في الفترة اللي هي كانت قبل ثورة 30 يونيو والانقلاب اللي كان موجود في الثورة الاقتصادية والسياسية والمشاكل اللي كانت بتحصل وقتها. والله هو أنا من وجهة نظري إن إحنا تخطينا 90% من المشوار في الفترة الحالية في الإنجازات طبعا اللي قام بيها الرئيس المصري، الرئيس اللي إحنا كلنا بنفتخر بيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بعتبر الأزمتين اللي جم مع بعض أثناء إقامة المشروع القومي للطرق والكباري في مصر في الفترة الأخيرة كانت ملاحقة لفاجعة كورونا أو وباء كورونا. وطبعا إحنا معنا أنه إحنا نتخطى أمر زي دون أو نتخطى الأمرين مع بعض، أنا بعتبر أنه ده عبور لا يقل عبور عن 73 للرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة حضرتك احنا كان مكانة مصر ما بين الدول قبل 30/6 كانت مكانة دولة عملت ثورة او رفضت النظام اللي موجود بعد ما حكمها فترة طويلة من الزمن، وبالتالي المصري قال لا انا مش عايز دون، وبالفعل تم
التغلب على الامر دون. بس طبعا حصل المشادات اللي تمت سياسيا واللي حصل في الشارع المصري ده برضو اسقط مصر اقتصاديا لفتره طويله. وده يمكن هو اللي بدا يعالج فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الاخيره دي. وبالفعل هو نجح في حاجه زي كده. احنا عندنا النهارده حاجات في مصر لا تقل قيمه وقامه عن عجائب الدنيا السبع. العاصمه الاداريه اتعملت في وقت قياسي صرح تاريخ كبير بالظبط واتعملت في وقت قياسي قليل بالزبط. جدا طبعا ده بمجهود رئاسه الجمهوريه زائد طبعا مجهود القوات المسلحه. ده مجهود ما ينفعش انه ينكر باي وضع من الاوضاع. اكتر جهاز نظامي في مصر انا مسميه كده. والجهاز ده هو الناجح علشان خاطر النظاميه اللي موجوده فيه، التنظيم اللي موجود فيه. في حدود فيه، مفيش حد بيتخطى القائد بتاعه، في قائد، في تعليمات، في حاجات بننفذها. هو مش عيب ان انا اكون في الخط التاني وانفذ تعليمات، العيب ان انا احط في نفسي ان انا قائد وانا فاشل. انا ممكن اكون قائد وانا مش عارف دون، بس هي الفكرة كلها ازاي ادي تعليماتي، ازاي ادير. هي الفكرة كلها ان احنا كنا محتاجين في مصر حد يدير. في شباب كتير فضل. واكيد مصر والعالم كله عارف دلوقتي ان الشباب المصريين والمصريين بشكل عام في كافة الاعمار اصحاب مسؤولية واصحاب صلابة وعزيمة. في ظل التحديات اللي موجودة في البلد والنهوض اللي احنا فيه، اكيد المصري دلوقتي بيقول للعالم كله ان هو على ارض صلبه بالظبط. بيقدر يتحدى كل الصعاب، ولكن في بعض ضعاف الانفس اللي موجودين وبيبسوا سمهم وسط الشعب. يعني في بعض الشباب لما بتيجي تتكلم بتقول لك انا اخدت ايه من مصر. لا حضرتك، انت اخدت من مصر كتير، انت ممكن ما تكونش حاسبها ان انت اخدت ايه. انا مش لازم مصر تديك في ايدك او تديك ماديا. يعني انا بالنسبه لي الكيان المعنوي المصري ان انا اسمي مصري، ان انا جنسيتي مصري، انا كمصري بفتخر. يعني انا كشخص مصري انا بفتخر ان انا مصري. عايزه اقول لحضرتك او لحضراتكم نقطه على محمل كلام سيادة المستشار. كان في شاب سوري في احد المحال التجاريه وانا كنت بتعامل معاه، وصدفه مني كده قلت له يعني اشتريت منه حاجه وقلت له شكرا يا سوري. الكلمه ما عجبتوش جدا، مع احترامي طبعا يعني لرد فعله، فقام قايل لي انا مش سوري انا مصري. فقلت له انت سوري؟ قال انا بقالي هنا 8 سنين واكتر انا مصري. قلت له طب ما على راسي انت هترجع سوريا. قال لي انا حابب مصر وحابب شعب مصر وحابب وجودي فيها. هو مصر دايما لحضرتك دا مصر دايما هي الدوله الاولى لاي جنسيه والتاريخ. يعني زائد حضرتك ان انت لو قارنتيها في الفن، في السياسه، في التاريخ، في كل الانشطه اللي موجوده على الساحه، حضرتك ما بتنجحش غير في مصر. دكتور سيد قبل الهوا كان قاعد معانا فبيقول لي ان مصر بدايتها كيمياء، صح يا فندم؟ بالظبط. اقول لك على حاجه. ابراهيم باشا قائد الجيش المصري العظيم ابن محمد علي باشا كتب وصيه موته تمام، لكنها تذيب القلب رقه. كتب فيها يقول: ايها الشعب المصري العظيم، أستحلفكم بالله عندما تذكروا سيرتي بعد موتي أن تحتسبوني مصريا مثلكم، فأنا أمي مصرية. نعم. وأحببتكم وكنت مدافعا عنكم وتأثرت بشمس مصر وأهل مصر ونخل مصر، فخري أني مصريا مثلكم شرف لا يدانيه شرف. أنا من كتر تأثري بما كتب إبراهيم باشا، خصوصا لأنه كمان تعرض لمحنة مرض شديدة بعد أن جاء من حملة تأديب الوهابيين، مرض بالسل فظل معزولا فترة طويلة، إلا من أصحابه المصريين الذين كانوا حوله ولم يخافون من المرض. وده أنا قلت لحضرتك في بداية الحلقة إنه المصري حتى لو مش مصري وعاش في مصر
بيتأثر بيها وبشعرها. بص عشان أقرب لك الصورة. اتفضل. إحنا يعني مش إحنا يعني مش شيفوني قوي. مفيش علم المتمصرين دول موال كبير بقى. المتمصرين زي الذين زي المتأسلمين. المتمصرين. بس في اختلاف كبير اكيد طبعا. أيوة. الذين صاروا مصريين بالحب والهوى. اقول لحضرتك على ما كتبوا مثلا ماسبيرو. ماسبيرو جه في مصر اشتغل شويه في الاثار. كتب لزوجته بيوصف لها وبحلم حياته انها تيجي تعيش في مصر. طيب. على فكره قبل نابليون بونابرت ما يجي مصر كان له اخ اسمه فابي. طيب. قعد 5 سنين يروح جاي ويدرس احوال المصريين. محدش فكر ليه لما نابليون جه ما جاش بجيش محتل غازي بس، لا جيب جيش من العلماء. في 163 عالم منهم 15 عالم في المصريات. طيب. انت جاي تدرس علم هنا في مصر. حتى لو قريتي كتير من الذين تأثروا بالحضارة المصرية من الفرنسيين، ده موضوع تاني كبير. انا بس عايز اقولك ان المصريين يوم 13 ابريل 1517 عندما قتل سليم الاول طومان باي، اليوم ده بيشكل في تاريخ الوجدان المصري حدثا جللا ومهما. الاغاني اللي طلعت في اليوم ده والبكائيات على طومان باي لانه ظل يقاوم رجل بطل واحد ومعه مجموعة من المصريين المقاومين 90 يوم. إمبراطورية كاملة بعدتها وقديدها وأسلحتها تحارب رجلا مصريا أو متمصرا واحدا اسمه طومان باي، ومع ذلك قاوم المصريون الأتراك ببسالة غير منقطعة النظير، وردوا للاحتلال العثماني الصاع صاعين حتى راحوا واحتلوا تركيا. انا لما اقرا تاريخ مصر وانتصار الجيش المصري العظيم على تركيا ندرك ان عجلات التاريخ ودوراته تعود وتتكرر. ويبدو والله اعلم أن الغبي المحتل الغازي لا يتعظ وسيتعظ مرة أخرى. طيب هسأل حضراتكم سؤال واحد ومحتاجة رد من حضرتك ومحتاجة رد من حضرته. إحنا الوقت في عصر الحروب الاستعمارية سيادتك؟ أنا بعتبرها عصر الحروب الاقتصادية مش الاستعمارية. لا يعني أنا كمصري ليبيا. لا أنا بتكلم أنا كمصري. أنا مفيش حد هيفكر يستعمر. اولا احنا كل العالم عارف يعني ايه جيش مصر مبدئيا. يمكن احنا النهارده في البرنامج او من خلال الحلقات الجايه ان شاء الله هنتكلم عن تاريخ مصر من قديم لحديث علشان نذكر اي حد مش واخد باله من النقطه دي، اللي عامل نفسه ناسي وناسي تاريخ مصر. في حلقاتنا او في برنامجنا هنقدر نوصل لحضرتك مين هم المصريين من خلال شواهد، من خلال تاريخ مجيد. لا وغير كده وكده هقول لحضرتك على حاجه. احنا النهاردة الجيش المصري معروف طول عمره من قديم الازل. حقيقي. وانا النهاردة لو هتكلم عن الجيش المصري يعني انا مش هقدر اوفي حقه. تمام. لان الجيش المصري ده حمانة. سواء كان في الفترة اللي قبل 30/6 او في الفترة بعد 30/6. يعني حضرتك شايف ان هي مش حروب استعمارية، حروب انا شايف في مصر ان هي حروب اقتصادية. ورغم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي جه في لحظه من اللحظات حجم الاستيراد اللي جاي من بره. طيب. وفتح حجم التصدير. هي الفكره في فتح حجم التصدير دي ان انا اخلي الشباب في مصر يصنع، اخلي الشباب في مصر يشتغل. جحية. لكن للاسف معظم ضعاف الانفس جم في فتره الوباء الكورونا بداوا يصنعوا الحاجه اللي اقدر اضحك بيها على الشعب. فهو ده اللي احنا طبعا مش عايزينه، هو ده اللي احنا عايزين نطوره في الشباب المصري. استاذ سيد خمار حضرتك هترد عليا في سؤالي، هل هي حروب استعماريه ولا وجهه نظر مختلفه؟ والله ما عادش الاستعمار بشكله التقليد القديم بالجيوش المباشره. وجود تركيا في ليبيا ده رد فعله ايه؟
تركيا رايحة ليبيا عشان ظنا منها أنها تستطيع أن تقود مصر، وده طبعا شيء صعب ومستحيل. مستحيل لسبب بسيط، أنه مصر بالنسبة ليبيا هي مسألة لا تنفصل ولن تنفصل. الأمر المهم واللي بنأكد عليه، إحنا نمد يد العون للإخوة في ليبيا تمام بحب ولا نطمع في شيء. مصر تستطيع الآن أن تحتل أي دولة، ويمكن لكن مصر لم زي ما علمنا تحتمس لم تكن عدوان، عمرها ما لا عدوان تعتدي على أحد. يمكن مناورة حسم اللي كانت من أيام قليلا حوالي يومين الحكومة بتاعتنا عرضتها كده في وسائل الإعلام علشان تكون مسمع وعلى أعين للجانب التركي، ان احنا قاعدين وواقفين على حدودنا وواخدين بالنا كويس قوي من تأمين الحدود. يعني وجهة نظرك ايه في المناورة؟ شوف اقول لحضرتك على شيء اتفضل وأذيع ونشر من فترة في على قناة روسيا، يعني احد المعتدين فكر ان يمر عند امر متعلق بمضيق باب المندب والمصارح المصرية، وفجأة تصدى المقاتلون المصريون اللي هو مشاة البحرية المصرية. أيوة. وحتى الرجل القائد ده قال أنا طول عمري بسمع عن الجيش المصري وعبقريته وأدائه، بس أول مرة أشوف بعيني مشرط الجراح يؤدي عملا ناجحا ناجزا مشرط الجراح دونما أن يراه أحد. فيما يتعلق بالملف التركي، أنا لست خبيرا عسكريا ولست عسكريا، أنا راجل مؤرخ، أنا أعرف تفاصيلا كثيرة ليس من حقي أن أعلنها، لكن اللي أقدر أعلنه أنه لا تركيا ولا غيرها ولا أي حد يقدر. مصر لما تقوم الأمة عارفة بتعمل إيه. أنا عايز أضيف برضو حاجة صغيرة قوي، إن لما كان موجود بعض الإرهاب الغاشم في مصر وكانت رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة، الرد بتاعها كان بيبقى رد حاسم. فبالتالي النهاردة حضرتك تخيلي كده حد من الدول يقولك إن مصر أو هندخل مصر أو هنتدخل في شؤون مصر، معلش أنا آسف يعني هي حاجة طبيعية شوية أو بالبلدي. يعني النهاردة أنت حضرتك في شباب في مصر والله العظيم ثلاثة يقدروا يقفوا حماية لمصر قبل القوات المسلحة. دي حقيقة. ده اللي موجود بالفعل في الشارع المصري، المروءة اللي موجودة في الشباب المصريين وفي الشعب المصري بشكل عام. حضرتك النهاردة لما بنلاقي أخلاق في الشارع المصري، يمكن الغرب متعلم مننا بعض الأخلاق دي. النهاردة الشاب بيجري بيحاول يشوف اللي في الشارع ده ماله، زعلان ليه، متضايق ليه، وقع ليه، بيجري عليه بيحاول يسعفه بالطريقة بتاعته، مش ان هو يتفزلك، لا هو عايز يساعد. فتخيلي الحاجة دي جاية في وطره، فعمرها ما هتبقى طبعا حاجة تخص مصر ابدا. أستاذ سيد، حضرتك قلت لي قبل الهوى ان محمد علي باشا برغم يعني بناء الدولة الحديثة إلا أن هو نقطة في سطر من سطور وتاريخ مصر العظيمة. طبعا محتاجة توضيح من حضرتك بقى، بما أننا يعني في برنامج بنتكلم عن تاريخنا القديم. محمد علي باشا لم يكن يعني شخص قد ما هو كان مشروع. لو عمقنا الصورة، وده رأيي بختلف يعني ممكن اختلف فيه مع الأساتذة بتوعي، أساتذتي اللي علموني التاريخ، دايما نتكلم ونوضح الحقائق. محمد علي باشا لا، ده رفع التطاوع. محمد علي باشا كان شخصا طموحا وعنده مشروع، لكن اللي ساعد في المصريين المصريين يعني انت عسل يعني اقول لك على حاجه، تخيلي انه لما محمد علي جه طور المستشفى البحري العسكري في اسكندريه، جاب مين يمسكه؟ جابر الصحفي رفع التطاوع، ادراكا منه بقيمة هذا الصحفي في قدرته على إدارة
هذا الصرح العظيم. رفاعة الطهطاوي اللي عمل مدرسة الألسن والمهندس خانة والطب والمطابع ببساطة. مشروع النهضة المصري اللي كان أيام محمد علي قام به المصريون. كمان أمر مهم، هو الميزة الوحيدة في محمد علي باشا البعثات العلمية واهتمامه بالعلم، وكان يعطي أهل العلم لاختصاصهم. إنما تاريخ مصر الطويل، يعني مثلا بالمناسبة أنا عايز أقول على حاجة بسيطة كده، كلنا بنسمع حكاية أم السعد دي. أم السعد، أم السعد، أم السعد دي أول سيدة مصرية مقرئة للقرآن العظيم اللي بعتها محمد علي باشا للأتراك عشان تعلمهم ينطقوا ويتكلموا القرآن الكريم، واللي واخدة وسام العظمة بتاع محمد علي. يبقى احنا كده عايزين نقول ان حلم الخلافة التركية ما كانش جنة الله في الأرض. لا ده أكذوبة متخيلة ان الخلافة التركية ست الكل. بصي على الأدبيات اللي موجودة في السينما في أوروبا، يعني الأتراك أضروا ويعني أذوا الإسلام والمسلمين بدليل انه في بلاد بالكامل في اوروبا تسميه الاحتلال التركي، وبعد ما خرجوا الاتراك رجعوا للديانه المسيحيه. احنا كده اكيد يعني الكلام في التاريخ المصري القديم او التاريخ الحديث او انجازات المصري بشكل عام يعني ما خلصتش، لكن اسمحوا لي هي الحلقه اللي خلصت يعني معانا. طبعا انا بشكر حضراتكم جدا سياده المستشار حسين عزازي رئيس حزب مصر الوطن، وأستاذ سيد الخمار المؤرخ والكاتب والمتعمق في تاريخ مصر القديمة، تاريخ بصراحة حية ونبغة. بشكر حضراتكم جدا، ومشاهدينا يعني أتمنى أن حضراتكم تكونوا يعني استفدتم بعض المعلومات التاريخية في تاريخنا. احنا أكيد مش بنعيد على حضراتكم التاريخ أو بنذكره معاكم، هي الفكرة أن احنا قصدين ناس بعينها ناسية مين مصر وناسية تاريخها الكريم تاريخها المجيد. فعايزة أفكركم بحرف الراء من كلمة مصر اللي قلته هقوله آخر الحلقة. حرف الراء هو رعد في عقل وقلب أي حد يفكر أنه يتخطى حدوده مع مصر. كل الشكر تقدير لرجال القوات المسلحة المصرية الباسلة أمام الإرهاب الغاشم، كل الشكر لرجال الشرطة المحترمين، وأيضا كل الشكر لضباطنا الجيش الأبيض الجميل اللي حفظ الله مصر دايما. بشكركم مشاهدينا، بشكر حضراتكم جدا لحسن المتابعة. إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الاثنين لو ليا عمر أشوفكم على خير. بشكركم جدا، إلى اللقاء.